أقامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض احتفالات جماهيرية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، وذلك وفق برنامج حافل أعد لهذه المناسبة، حيث أقيمت الفعاليات في 4 مواقع في مختلف مناطق المملكة، وأقيمت عروض الألعاب النارية في حديقة الأفنيوز وشاطئ مراسي ووتر جاردن سيتي وهاربر رو، وشملت عروضا ترفيهية وألعاب نارية ضخمة وعروض الدرون، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة والتي تعد الأضخم في المملكة. وكان الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض قد أكد أن احتفالات رأس السنة تترجم جهود القطاعين الحكومي والخاص لتنويع المنتج السياحي والمساهمة برفد القطاع السياحي بمبادرات وبرامج نوعية يكون لها انعكاسها الإيجابي على زيادة حجم الاستقطاب السياحي وجاذبية الفعاليات الترفيهية المتنوعة. Just be good to me.